أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نطالع في العربي الجديد العراق، الميليشيات تهيمن على المحاصيل الزراعية في الموصل. وجاء في موقع الحرة تتعرض لضغوط أمنية، مسؤولة تكشف تفاصيل الفساد في قطاع الاستثمار في العراق. ونتصفح في القدس العربي، نزاهة البرلمانية، طلبات قضائية لرفع الحصانة عن نواب عراقيين متهمين بالفساد. نطالع في الخليج الإماراتية، القدس ثكنة عسكرية وستون ألفا يصلون في المسجد الأقصى. جاء في العرب اللندني، تصريحات إيرانية متضاربة تكشف إمساك الحرس الثوري بالملف اليمني. وجاء في الشرق الأوسط، السعودية تمنع دخول الخضروات من لبنان بعد ضبط شحنة مخدرات. وأخيرا وليس آخرا، نقرأ في إندبندنت عربية، السودان يهدد إثيوبيا بالملاحقة القضائية إن واصلت ملأ سد النهضة. تؤكد مسارات الأحداث يوما بعد آخر على أن السلطات الحكومية التي تتعاقب على الإمساك بمقود العملية السياسية في بغداد ليست أكثر من مجرد سائق أجرة أو ساع للبريد بين القوى الإقليمية والإرادات الدولية. جهاد بشير يقول في صحيفة البصائر إن المحادثات السعودية الإيرانية التي حصلت في بغداد مطلع الشهر الجاري تأتي بضغط أمريكي في سياق الملف النووي الإيراني بهدف تخفيف التوتر وخلق علاقات أفضل بين الرياض وطهران. حينما هرول الكاظمي صوب السعودية دون إعلان مسبق، لم يكن توجهه هناك إلا خطوة مفروضة ليلعب دور وسيط مزدوج، متحدثا بلسان واشنطن تارة وبلسان نظيرتها طهران تارة أخرى، لا سيما وأن زيارته الرياض جاءت بعد 3 أيام فقط من زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني لبغداد. تشير مخرجات الأحداث إلى أن طهران تبدو أكثر حاجة من غيرها لتسوية خلافاتها مع واشنطن، خاصة فيما يتعلق بملفها النووي. لذلك جاء في لقاء محطة حكومة بغداد استخدام الولايات المتحدة ملف الحوثيين كورقة ضغط على النظام الإيراني، فكان لابد أن يكون للسعودية حضورها في المحادثات التي تم قولبتها تحت مسمى إصلاح العلاقات، وفي الوقت نفسه تكابر طهران ولا تريد أن تظهر بموقف راضخ، مع أن المطاف سينتهي بها إلى ذلك، إذ تظن أن ورقة ميليشياتها في العراق فعالة في مشاكسة الولايات المتحدة في حال لم تصل إلى حلول ترضيها بشأن الملف النووي، وهو ما جعل الكاظمي نفسه يسعى لإثبات عكس ذلك، وبالطبع بطلب أمريكي، حينما حاول أن يوصل رسالة لمسؤولين في أحزاب السلطة في بغداد بأن حكومته على استعداد لإيقاف الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق. وفي ظل خلق علاقات أفضل بين الرياض وطهران، يختتم الكاتب بالقول إن جولة الحوار والمحادثات الإيرانية السعودية تحت المظلة الأمريكية واضحة في مقاصدها، فهي مصلحية خالصة ذات أهداف نفعية للقوى المتصارعة إقليميا، وليس للعراق منها نصيب سوى أن حكومته قبلت أن تجعله ساحة لتصفية الحسابات وميدانا لمزيد من الفوضى. مع اقتراب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من إكمال عامه الأول في الحكم، أصبح واضحاً وجلياً تماماً ودون الحاجة إلى تفصيل الإثباتات والبراهين أنه لم يستطع أن يمسك بعجلة القيادة كلها، فيملك القدرة على اختيار وجهة سيره القادمة الواحدة فقط، شرقاً مع طهران أو غرباً مع واشنطن والرياض. إبراهيم الزبيدي يرى في صحيفة العرب اللندنية أن الكاظمي لا يملك ما يطفئ نيران حرائق العراق المتصاعدة، لا بمؤهلاته الشخصية الفقيرة ولا بجيشه الممزق ولا بأجهزة
أمنه المخترق ولا بوزرائه ومعاونيه. في أعقاب كل جريمة ومجزرة مهينة للدولة والحكومة ولسمعتها، لا يملك وهو رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة سوى التنديد والتهديد والوعيد، وسوى حلف اليمين على أن تكون آخر جريمة، وعلى أن لن يسمح بتكرارها، وسيلقي القبض على الفاعلين قبل أن تجف دماء ضحاياهم الأبرياء، ثم لا يحدث شيء ولا يسمع أحد بعد ذلك أو يقرأ شيئا عن نتائج تحقيقات الحكومة، وفي النهاية تسجل الجريمة بعد الجريمة ضد مجهول. وإذا سألت مواطنا عراقيا متابعا لما جرى وما يجري من أحداث عراقية داخلية وخارجية منذ جلوسه على مقعد القيادة الأول في الخامس من أيار من العام الماضي وحتى اليوم، هل هناك عراقان، عراق مصطفى الكاظمي وعراق الحشد الشعبي؟ سيجيبك وعلى الفور كلا ثم كلا، فالذي يخاف فيه ولا أمان ويجوع ولا مطعم ويعطش ولا من يسقيه قطرة ماء صالحة ويمرض ولا حبة دواء غير مغشوشة هو العراق الذي يعيش أسوأ أيام عمره الطويل. أما ما هو كائن في بلاد النهرين حقيقة، فهو إن هناك عصوين، عصا الكاظمي وعصا الحشد، يهش بهما مالك واحد على قطيعين وراعيين، يضبط بهذه سلوك هذا ويمنع بتلك جنوح ذاك. الكاتب يضيف أن لا الكاظمي قادر على الخروج من طاعة الولي الفقيه وحرسه الثوري وفيلق قدسه الموكل بإدارة المستعمرة العراقية، ولا الحشد الشعبي مسموح له بإغراق سفينة الكاظمي ومن معه من موالين ومناصرين على الأقل في الأشهر الباقية لموعد الانتخابات المفترض إجراؤها في 10 من تشرين الأول القادم. لم يستقبل الشعب العراقي الجيش الأمريكي الغازي للعراق بالورود، وفي اليوم التالي للغزو فوراً بدأت المقاومة الشعبية العراقية التي عرفت بأنها أسرع مقاومة في العالم وأكثرها إيلاماً لمحتل. ولا أسام الرأي تقول في صحيفة العرب الجديد إنه مثلما انطلقت المقاومة العراقية ضد الغزو الأمريكي البغيض بسرعة لم تتأخر الاحتجاجات ضد الاحتلال الإيراني، إذ اشتعلت التظاهرات منذ العام 2011 وانتقلت شرارتها إلى باقي مدن الجنوب. من مدن كربلاء والنجف هتفت الجماهير الغاضبة باسم الدين باغون الحرامية لتسقط بهذا الهتاف قدسية الشخصيات والأحزاب الدينية المصنوعة في إيران التي تحكم العراق وتتحكم فيه وتنهبه. تحت الشعارات المطلبية للخدمات كانت وما تزال تمر إرادة تحرير العراق التي تبلورت احتجاجا بعد احتجاج وتظاهرة بعد تظاهرة حتى اندلعت ثورة تشرين العظيمة في عام 2019، فهزت أسوار المنطقة الخضراء وأرعبت إيران. ملحمة ثورة تشرين التي سطرت بدم الشباب والشابات هي المقاومة الشعبية التي لم يتخلف عنها أي مكون عراقي، شاركت فيها جميع الأطياف والمكونات، شباب مسلمون ومسيحيون رماهم القناص الولائي والإيراني وقتل منهم أكثر من 1000 شاب وشابة وجرح 30,000 خلال بضعة أسابيع، وغيب مئات في سجون عصابات الميليشيات التابعة لطهران. أجبرت الثورة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وحكومته على الاستقالة، وطالبت بتنحي برلمان وأحزاب العملية السياسية التي أتى بها المحتل من أجل إقامة حكومة وطنية. وعلى الرغم من القتل والقمع، عادت التظاهرات وبشدة قبل إجراءات كورونا واحترام الشباب المتظاهر إجراء التباعد، وحتى بعدها وما زالت مستمرة تنظم صفوفها وتطور أفكارا لإنهاء عملية الاحتلال الأمريكي الإيراني بطريقة سلمية أو غيرها إذا اقتضى أمر تحرير العراق ذلك. وتختتم الكاتبة مقالها بالقول: لقد أذهل العراقيون العالم برمته بمقاومتهم الاحتلال الأمريكي، ويدهشون اليوم العالم كذلك بثورتهم التي انطلقت ولن تتوقف، على الرغم من الهدوء النسبي المؤقت الذي تغلي تحته النفوس.
يوم الاثنين الماضي أعلنت وزارة التخطيط ارتفاع نسبة الفقر في العراق إلى نسبة 27% بعد قرار خفض سعر صرف الدينار أمام الدولار. جاسم الشمر يرى في موقع عربي 21 أن الغرابة ليست فقط في النسب الرسمية المعلنة أو المعالجات السحرية المرتقبة، بل في تأكيدات بعض الخبراء الاقتصاديين الذين كشفوا بأن نسبة الفقر تجاوزت حاجز 40%، وأن النسب التي تعلنها وزارة التخطيط غير دقيقة لأنها لا تمتلك قاعدة بيانات كافية حول هذه الظاهرة الخطيرة. قد سبق لوزير التخطيط خالد النجم تأكيده قبل عدة أسابيع أن الوزارة لا تعرف عدد الموظفين في الدولة، فكيف يمكن للوزارة معرفة أعداد الفقراء وهم الذين لا يعرفون أعداد الموظفين والذين يفترض أنهم مقيدون في سجلات الدولة؟ والمفاجأة الكبرى تمثلت بتقرير صدر عن الأمم المتحدة الأربعاء الماضي يقول إن قرار خفض قيمة العملة المحلية سيؤدي على المدى القصير إلى زيادة أعداد الفقراء ما بين 2,700,000 إلى 5,500,000 عراقي. ويمكننا ذكر أهم أسباب الفقر في العراق: غياب الخطط الوطنية لإعادة تشغيل مئات المعامل الكبيرة التابعة للدولة، فضلا عن توقف أكثر من 50,000 مشروع في القطاع الخاص عن العمل لظروف تتعلق بارتفاع الدولار وتشجيع الاستيراد وعدم تقنينه وفقا لاحتياجات السوق المحلية، فقدان البيئة الآمنة والحاضنة للاستثمار الوطني والأجنبي وتحكم القوى التخريبية في كثير من المدن، تنامي ظاهرة المكاتب الاقتصادية العائدة لبعض الفصائل المسلحة في عدة المحافظات والتي ساهمت في عرقلة عجلة التجارة وتجميد سوق العمل. هذه العوامل المهلكة وغيرها ساهمت بشدة في زيادة نسب الفقر في بلاد تعد من دول العالم الغنية بسبب الخزين النفطي والخيرات والقدرات الطبيعية والبشرية. جاسم الشمري يدعو إلى أن تكون هذه الأزمات مناسبة للعمل من أجل دعم الفقراء والمحتاجين وعدم تركهم يتقلبون على فراش العوز والفاقة والمرض والمآسي، وكذلك هي فرصة لكشف زيف الشعارات التي يرفعها البعض ولإسقاط أقنعة الذين يحاولون خداع الناس بشعارات منمقة ومزيفة، وهم في حقيقتهم يتسابقون من أجل المناصب والمنافع الدنيوية. نحو القدس، تتجمع في مدينة القدس كالعادة رموز المعركة المستمرة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني، ففي حين صعد المستوطنون اعتداءاتهم في شهر رمضان الكريم للوصول إلى ذروة في المواجهة مع يوم 28 من رمضان الذي يعتزم فيها المستوطنون اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، فقد عزز الفلسطينيون مواجهاتهم عبر أشكال متعددة من النضال. هذا ما أشارت إليه افتتاحية صحيفة القدس العربي وجاء فيها: أدى هذا الجو المشحون إلى اشتداد المواجهات بين الطرفين، فشهدت القدس مواجهات عنيفة بين السكان الفلسطينيين والمستوطنين المحميين بقوات الاحتلال الإسرائيلية الذين حاولوا الاعتداء على المنازل والممتلكات والحافلات، غير أن الفلسطينيين تصدوا بشجاعة لمئات المستوطنين الذين غجموا منازلهم. الخطوة الثانية التي قام بها الفلسطينيون هي دعوة فلسطيني الداخل إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى كل يوم للوقوف إلى جانب إخوانهم في القدس والصلاة على الحواجز إذا منعوا من الوصول. وقد قام الاحتلال الإسرائيلي بدفع قوات كثيفة إلى المدينة المحتلة فصارت أشبه بثكنة عسكرية تقطعها عشرات الحواجز وينتشر عليها المئات من عناصر قوات الاحتلال. وتمكن المئات من الفلسطينيين عند أحد الحواجز الإسرائيلية في باب حطة باختراق القيود، واستطاعت حشود كبيرة الوصول فعلا إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان. وسع الفلسطينيون المعركة على الأرض مع الاحتلال إلى مجاهبات افتراضية تخرجها من نطاق المحلي وتنشرها في المنطقة العربية والعالم بإطلاق هاشتاغ القدس تنتفض، الذي شهد انتشارا واسعا في السعودية ومصر والأردن والمغرب والكويت ولبنان، وتم تحت هذا الشعار إطلاق مقاطع فيديو وصور توثق الأحداث الجارية في القدس.
الصحيفة تختتم مقالها أنه رغم أن جوهر الصراع الفلسطيني سياسي بين قوى الاحتلال وأهل الأرض الأصليين، لكن وضع القدس بالتحديد يمتنع على التسويات السياسية لأنه يحمل عناصر التاريخ طبعا والهوية والدين، وهو ما يعطيها حصانة تقع حمايتها على عاتق الإنسانية جمعا. الثلاثاء الماضي توقفت المفاوضات النووية التي تجري في فيينا حتى الأسبوع المقبل، في إشارة جديدة ضمنية إلى أن هذه المحادثات ما زالت تراوح تقريبا عند الشروط الأمريكية التي ترفضها طهران وعند الشروط الإيرانية التي ترفضها واشنطن. راجح الخوري يرى في صحيفة الشرق الأوسط أن جولتي المفاوضات غير المباشرة بلا أي نتائج ملموسة رغم التصريحات المفعمة بالتفاؤل. رغم التقارير التي تحدثت عن رفع المحادثات إلى الأسبوع المقبل، كان واضحا أنه على عكس ما تردد لم يتم أي تقدم جاد بين الموقفين، ولهذا فإن أطراف فيينا أعلنت تشكيل لجنة جديدة لبحث تسلسل الخطوات لإحياء الاتفاق. وتسلسل الخطوات يعني من يبدأ بالامتثال أولا أو من يعود إلى الاتفاق الذي تربطه واشنطن بالصواريخ والملف الإقليمي. في موازاة محادثات فيينا كان واضحا أن طهران تمضي في التصعيد بهدف الابتزاز، وهكذا استهدفت 5 صواريخ نهاية الأسبوع الماضي قاعدة بلد الواقعة شمالي العاصمة العراقية، وهو ما بدا أنه رسالة إيرانية إلى الولايات المتحدة عبر جماعة الحشد الشعبي. لكن الضرب في الخواصر لم ينتهي، بل يحاول الابتزاز في محادثات فيينا وعشية المفاوضات رصد القمر الصناعي مكسار لتكنولوجيا الفضاء أن عمليات توسعة منشأة نوتونز تجري بسرعة، ثم جاءت عملية الهجوم على المنشأة المذكورة لتدفع النظام الإيراني إلى التصعيد أكثر للتأثير على محادثات فيينا، رغم إعلانها أن العملية عمل تخريبي تقف إسرائيل وراءه، لكنها أعلنت عن البدء برفع نسبة التخصيب إلى 60%، ما يجعلها أقرب من أي وقت مضى إلى نقاوة 90%، وهو المستوى الذي يمكن استخدامه لأغراض عسكرية. راجح الخوري يرى أن ما يجري في فيينا بعد الهجوم على قاعدة بلد وعلى منشئة نوتونز وبعد تصعيد التخصيب الإيراني إنما هو عض أمريكي إيراني على الأصابع النووية، وخصوصا أن إيران تؤكد بعد جولتي المفاوضات أن الولايات المتحدة تتمسك بتعليق العقوبات وليس بإلغائها. وفي أخبارنا المتنوعة هذا اليوم، طورت شركة الطاقة المتجددة الكولومبية فانوسا لاسلكيا يسمى ووتر لايت، يحول المياه المالحة إلى كهرباء، وهو أكثر موثوقية من المصابيح التي تعمل بالطاقة الشمسية، ويعمل الجهاز المحمول كمولد صغير ينتج الضوء باستخدام التأيين عن طريق ملئه ب 500 ملليمتر من ماء البحر، حيث يتفاعل الملح الموجود في الماء مع ألواح المغنيسيوم والنحاس داخل الجهاز ويحوله إلى طاقة كهربائية، وتنبعث من الجهاز طاقة كهربائية كافية لتشغيل الضوء لمدة 45 يوماً، ويمكن استخدامه كذلك لشحن الهاتف المحمول أو جهاز كهربائي صغير آخر عبر منفذ USB. وبحسب الشركة المصنعة فإن الجهاز ضروري للمناطق النائية أو في حالات الطوارئ وانقطاع مصدر الطاقة، كما أنه يساعد كذلك الصيادين في الليل. وقال بيبي بينيدا مدير الشركة، بمجرد امتلاء المياه يكون توصيل الطاقة فورا، بينما تحتاج الفوانيس الشمسية إلى تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة بديلة لشحن البطاريات. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور.
إلى اللقاء.